رحت لعبت بمسكرون 6 شهور وبعد لا 6 شهور او 6 شهور معلش مش عايز اعدي حته مسكرون دي لانها مهمه جدا. خلينا نشوف الفيديو ده لانه فيديو مفاجاه ليك. خلينا نطلع نشوف الفيديو اللي معانا ده لانه قد ايه رحله كفاح كبيره جدا. ولكن خلينا نشوف الفيديو ونرجع نكمل. Hey Hassan, I heard about your injury. I'm sad to hear it, but it's football, it's sport. I had it 3 times in my life. I got surgery. I recovered about that. I think you can also. So take care of yourself. Be calm. Do a good revalidation. And I'm sure that you can go back to your best level. جلين بويك المدير الفني مدربي في مسكرون. الراجل ده برضو كان من الناس برضو اللي كانت ليها فضل عليا برضو لان كان سيبني اعمل انا عايزه. انا اول ما رحت قلت له انا جاي انا عايز اعمل انا مش جاي ان انا مبسوط ان انا موجود وهلعب وخلاص. انا جاي اعمل حاجه لنفسي. عندي بطوله وعايز امشي من عندك من هنا اروح فرقه اكبر. لعبت اول 6 شهور في مسكرون وكان فاضل كاس افريقيا. لعبت كاس افريقيا وما رجعت من كاس افريقيا فريقتي كانت لعبت كذا ماتش وخسروا فبقينا بننافس على الهبوط. ياه والله. وكان فاضل ماتش مع المدرب جلين. وكان فاضل ماتش. لا هو مشوه مع عدم الغلب بعد كده ما جابوا مدرب تاني. ففاضل ماتش نتعادل او نخسر ننزل درجه تانية خلاص. وانا دماغي انا اتحط في تاريخي انا فريقي نزل درجه تانية طبعا. وانا كنت مصاب ساعتها والله كان عندي اصابه في العضله الضمه مش قادر. Yeah. لعبت الماتش وجبت جون اللي احنا قعدنا فيه في الدوري وبس. فما جيت اما قعدنا في الدوري قالوا لي خلاص دورك انتهى.